طبعا مكملين بسوالف عن حياتي الشخصية والإنسانية. دكتور بشار، يمكن كانت أمنية الوالد أنه يشوفك مهندس، بس اللي صحيح. حقق له هذه الأمنية حفيدة اللي هو أي نعم حسين ولدي. إيش القصة هنا وكيف صارت؟ أول شيء أنا بس حبيت أمسي على الخالة العزيزة أم طلال، العزيزة جدا على قلبنا وعلى قلب الوالد، وعسى الله يعطيها طولة العمر. مساك الله بالخير ويعطيش طولة العمر أم طلال. أنا سعيد جدا أني أنا وياك اليوم على الهواء. حبيبي أنت، الله يحفظك. الله يسلمك يما. القصة تدري كل أب له طموح في أبنائه، يعني يتمنى يشوف ابنه دكتور، اللي الوظائف النمطية دكتور مهندس، نفس الأفلام المصرية. أوكي، دكتور مهندس وخلص. أنا كانت عندي ميول إلى الحياة العسكرية، فهو كان رافض أن أنا أدخل العسكرية، مع أن أنا لأن أنا معفي من التجنيد حتى، لأن أنا وحيد الوالدة وعدنان أخوي وحيد الوالدة وإحنا الاثنين عسكر. ف خلصت الثانوية قلت له بكمل العسكرية، قال لي عسكرية يا عسكرية كذا، أنا بيك مهندس تروح أمريكا تكمل هندسة. طبعا أنا ما عندي الرغبة، يعني ما أحب الهندسة ولا لاقي نفسي فيها. ورحت أمريكا سنتين، ما رجعت طبعا تنرفز وكذا، ودخلت الحياة العسكرية. طبعا كان لي شرف كبير أني أنا أكون في هذه الحياة. دخلت إلى مصنع الرجال، هو كان ما عنده خبر، تضايق، تم قبولي ودخلت. وأول ما وصلت حسنة وشعري أتذكر أقرع، فهو تضايق وكذا. كيف بعدين عرف؟ تخبرته يعني؟ لا لا، الوالدة يعني. الوالدة قالت له، لأن اختفيت أنا. لا مو أنا، الوالدة قلت لها، قلت لها أنا رايح ترى. أوكي، كان إحساس بالفخر أني أنا سأنضم إلى هذه المؤسسة، والحمد لله يعني كان قرار بالنسبة لي صائب. فهو كان دائماً يقول لي يعني لو صاير مهندس لو هذا، وأكملت دراستي أنا في مجالي ووصلت إلى الدكتوراه في المجال هذا. فلما يقول لي لو انت ما صرت مهندس وكذا، قلت له دكتور انا بعد ايش تبي اوصل يعني. اوكي دكتور. اي نعم.